مستغيث إن لم تغثنا من يغيث وما لنا رب نغيث سواك يا رب العباد جهد الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع أبي بكر الشبلي وأبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنهما والشيخ وليد الشام حفظه الله تعالى ومع داود الطائي رضي الله تعالى عنه والشيخ عبد الرزاق السويد حفظه الله تعالى والشريط الحادي والثلاثين من نفحات العادلية. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي روحي نورا وفي عقلي نورا وهب لي نورا منك يملأ حياتي يا نور النور يا رب العالمين. كلمات كان لها أكبر الأثر في حياة شخصيتنا التي نتكلم عنها في هذا اليوم، ألا وهي شخصية سيدي أبو بكر الشبلي رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الشبلي واسمه دلف ابن جحدر وقيل ابن جعفر، أصله من خراسان، ولد في بلدة سامراء ونشأ في بغداد. نشأ رضي الله عنه في أسرة حاكمة، كان أبوه حاجب الحجاب عند الخليفة الموفق الخليفة العباسي، وكان خاله أمير الأمراء في الإسكندرية. وشب رضي الله تعالى عنه حتى بلغ مرتبة تكاد أن تبلغ مرتبة أبيه عند الخليفة الموفق، فقد أصبح حاجبا أي مرافقا للخليفة، وتعلم الحديث وقرأ الحديث في مدة 20 سنة، وصاحب الفقهاء مدة 20 سنة أيضا. ولقد حظي بمكانة عظيمة عند الخليفة الموفق، فكان مرافقه الخاص، وخرج يوما الى الصيد مع الخليفة وبقيا طيلة النهار، وعند المساء جاء متعبا فنام مباشرة، فاستيقظ في جزء من الليل فوجد الانوار في القصر مطفأة، فاغضبه ذلك وراح يرفع صوته ويتوعد الخدم ويهددهم، ولكن سرعان ما أسرع هؤلاء الخدم وأوقدوا السرج وأوقدوا الأنوار وأضاءوا الأنوار في القصر. ولكن الشبلي رضي الله تعالى عنه كان قد وجد في قلبه هما وضيقا لا يستطيع الخروج منه، لقد أضيئت الأنوار ولكنه لم يشعر بالنور،
وأراد أن ينام فنبى النوم عن جفنيه ونبى الفراش عن جنبيه ونبى النوم عن جفنيه وبقي حتى الفجر. وعند الفجر قام يتجول في أرجاء القصر لا لشيء يريده ولكن يريد أن يتسلى عله أن يدفع هذه الهموم التي ألمت في قلبه. ولكنه سرعان ما لفت انتباهه صوت إنسان ينادي ربه ويقول بها ويدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في روحي نورا، واجعل في عقلي نورا، وهب لي من لدنك نورا يملأ حياتي يا نور الأنوار يا رب العالمين. وفتح الغرفة مباشرة فإذا به يجد قارئا من قراء القصر قد سجد على الأرض يدعو ربه بهذا الدعاء. فعندما أحس أن رجلا دخل عليه رفع رأسه وإذا به وجد الشبلي رضي الله عنه، فقال له القارئ: يا سيدي، إن لك نهاري وأما ليلي فهو لربي، فلماذا تجاهمت علي خلوتي؟ قال شبلي رضي الله عنه: وصغرت علي نفسي أمام هذه الكلمات، فخرجت وهذه الكلمات تلامس قلبي: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في عقلي نورا، واجعل في روحي نورا، وهب لي من لدنك نورا يا نور الأنوار يا رب العالمين. وسرعان ما ذهب إلى الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه يلقي أحماله في بابه ويقول له: يا سيدي، إني سمعت أن عندك جوهرة العلم اللدني التي لا يشقى صاحبها أبدا، فإما أن تبيع وإما أن تمنح. طلب يطلبه بصدق من الإمام الجنيد: إما أن تبيع وإما أن تمنح. قال: إما أن أبيعك فلا، فليس عندك ثمنها، وإما أن أمنعك فلا أيضا، لأنك تأخذها رخيصة فلا تعرف قيمتها، ولكن سؤالك عنها دليل الفتح، فإذا أردت ذلك فألق بنفسك في هذا البحر الهادي، في هذا المحيط الهادي، عل الله أن يفتح عليك كما فتح عليه. وأقبل الشبلي رضي الله عنه، أقبل على الله سبحانه وتعالى بصدق الهمة وبصدق العزيمة، وراح يجاهد نفسه أشد المجاهدات. ومن مجاهداته أنه كانت له مقاطعة أقطعه إياها الخليفة الموفق. فعندما أقبل على الله سبحانه وتعالى ذهب إلى أهل هذه المقاطعة واسمها سماوند، ذهب إلى أهلها وقال لهم: لقد كنت مالك أمركم وصاحب أرضكم، وأما الآن فإني أتخلى لكم عنها، فاقتسموها بينكم بالسوية، وادعوا الله لي أن يهديني إلى الصراط المستقيم. لقد تخلى عن الدنيا ليخرجها من قلبي كلية. وأقبل على الله سبحانه وتعالى يذكره حتى ملك عليه الذكر وجوده، فأصبح إذا لم يذكر بلسانه فقلبه يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. وعن هذا يقول: ذكرتك لا أني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، وكدت بلا وجد أموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان، فلما أراني الوجد أنك حاضري رأيتك موجودا بكل مكان، فخاطبت موجودا بغير تكلم، ولاحظت معلوما بغير عياني. لقد كان يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء وقبل كل شيء ومع كل شيء، فكان إن لم يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه كان قلبه لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى لحظة. فقد ورثت عنده المجاهدة لله سبحانه وتعالى، وورث عنده ذكر الله عز وجل أشياء كثيرة. من هذه الأشياء
صلته الدائمة بالله سبحانه وتعالى وفرحه بالله دائما، خرج يوما من صلاة العيد فرأى الناس يفرحون بطعامهم وبشرابهم وبلباسهم، فراح يخاطب مولاه ويقول، يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول له: إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. لقد كان فرحه بالله، لأن كان العوام يفرحون بالطعام وبالشراب وبالكساء، فإن أهل الله سبحانه وتعالى يفرحون بلقاء محبوبهم، ولهذا كان فرحه بالله ويخاطب الله سبحانه وتعالى دائما بهذا الخطاب ويقول: إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد، جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. ولقد وقف مرة أمام شيخه الجنيد وراح يتمايل ويتواجد ويقول: عودوني الوصال والوصف عذب، ورموني بالصد والصد صعب، زعموا حين عذبوا أن ذنبي فرط حبي لهم، وما ذاك ذنب، لا وحق الخضوع عند التداني، ما جزى من يحب إلا يحب. لا وحق الخضوع عند التداني، ما جزى من يحب إلا يحب. ولهذا كان يقول عنه الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه، كان يقول: لكل قوم تاج، وتاج قومنا الشبلي، فقد أضاء بمجاهداته تاريخنا. لقد راح يفهم عن الله سبحانه وتعالى ما لا يفهمه غيره من الناس. صلى مرة وراء إمام فسمعه يقرأ قوله تعالى: لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فصعق صعقة كادت أن تخرج روحه، صعق صعقة كادت أن تخرج روحه، ثم قال: هذا خطابه لأحبابه، فكيف خطابه لأمثالنا؟ ولقد أكرمه الله سبحانه وتعالى، أكرمه بالوصال الدائم وبتوجه القلب إليه في كل حال. ولهذا كان يقول لله سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت تعلم أن في بقية لغيرك فأحرقني بنارك، لا إله إلا أنت. هذه كلمة لا يستطيع أن يقولها إلا إنسان فرغ قلبه ووجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وملك الله عليه كل وجوده. اللهم إن كنت تعلم أن في بقية لغيرك فأحرقني بنارك، لا إله إلا أنت. ولقد كان أكرمه الله سبحانه وتعالى، أكرمه بالعلم اللدني، أكرمه بذلك العلم الوهبي. جاءه يوما ابن بشار وكان من علماء بغداد، وكان هذا الرجل كثيرا ما يهاجم الصوفية، وما ذاك إلا لأنه جهل حقيقتهم، وهذا شأن الإنسان في كل زمان ومكان، يعادي الشيء الذي يجهله. كان يعادي الصوفية ويمنع الناس من مصاحبة الإمام الشبلي رضي الله عنه، حتى اجتمع مرة بالإمام الشبلي وأراد أن يمتحنه أمام ملأ من الناس، فقال له: كم في خمسة من الإبل؟ يعني إذا كان إنسان يوجد عنده خمس من الإبل ما زكاتها؟ فلم يجبه الشبلي رضي الله عنه، وألح ابن بشار عليه مرارا وأخيرا قال له الشبلي: أما في واجب الشرع ففيها شاة، وأما عندنا فكلها لله سبحانه وتعالى. فقال له ابن بشار: وهل لك في ذلك من إمام؟ وهل لك في ذلك من إمام؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد جاء إلى رسول الله بكل ماله، فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا بكر، ما تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يا أبا بكر ما تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فذهب ابن بشار رضي الله عنه، ذهب إلى قومه متغير اللون فسألوه ما لك؟ قال لقد أضعنا عمرنا بالقيل والقال، وذهب الصوفية بالخير كله. لقد أكرمه الله سبحانه وتعالى، أكرمه بالعلم وأكرمه بالفهم عنه، وكم كانت تأخذه الأحوال، وكم كان يغيب في حالة سكر مع الله سبحانه وتعالى. ولقد قال مرة لبعض تلاميذه: ما أحوج الناس إلى سكرة، ما أحوج الناس إلى سكرة؟ فقال له: وأي سكرة يا سيدي؟ قال: سكرة تفنيهم عن أنفسهم وعن أفعالهم وعن أحوالهم. ثم أنشأ يقول: وتحسبني حيا وإني لميت، وبعضي من الهجران يبكي على بعضي. لقد كان في حالة سكر مع الله سبحانه وتعالى، وكم كان يتغزل بالعيون. لماذا؟ لأنهما النافذتان إلى القلب إلى البصيرة، فهؤلاء يرون ما لا يراه الناظرون. عندما كان ينظر إلى عيون بعض أحبابه كم كان يتغزل بتلك العيون، بل يتغزل بعيون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: وعينان قال الله كونا فكانتا يفعلان بالألباب ما يفعل السحر. وعينان قال الله كونا فكانتا تفعلان بالألباب ما يفعل السحر. ولقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة. لقد عقد أي عاهد نفسه ألا يأكل إلا المال الحلال، فذهب يوما يتجول في البرية فرأى شجرة تين فأراد أن يأكل منها، وإذا بهذه الشجرة تخاطبه وتقول: ابق على عقدك لا تأكل مني فإني ليهودي، فإني ليهودي. تقول له: فإني ليهودي لا تأكل مني فإني ليهودي، فكف عنها. ولقد سمع مرة شجرة تقول له وتخاطبه: يا شبلي كن مثلي، الناس يرمونني بالأحجار وأنا أرمي لهم بالأثمار. فقال لها: إذا كان هذا كرمك فلماذا يحرقونك بالنار؟ قالت له: لأنني ملت مع الهوى حيث مال. إنه يفهم عن الأشجار، يفهم عن كل شيء في هذا الوجود. ولقد مرض رضي الله تعالى عنه وثقل عليه المرض، حتى كان يوم جمعة وجد في نفسه خفة، فقال لتلميذه ابن بكير، طلب منه أن يعينه على القيام، فأعانه يريد الخروج إلى المسجد، وفي طريقه رأى شيخا، قال الشبلي لتلميذه ابن بكير، قال له: إنني غدا مع هذا الشيخ لشأنه. ولما كان الليل توفي الشبلي رضي الله تعالى عنه. قال ابن بكير: ودلوني على رجل صالح في مكان كذا أنه يغسل الموتى، فذهبت إليه، وما أن قرعت عليه الباب قبل أن يخرج قال لي: هل مات الشبلي؟ فقلت له: نعم. فخرج وإذا به ذلك الشيخ الذي قال للشبلي: إن لي غدا مع هذا الشيخ لشأنا. فقلت له وأخبرته بما أخبرني الشيخ، بما أخبرني الشبلي رضي الله تعالى عنه، وقلت لذلك الرجل: بالله عليك من الذي أخبرك أن الشبلي قد مات؟ قال: إن الذي أخبر الشبلي أن له شأنا غدا معي هو الذي أخبرني أن الشبلي قد مات. وكان رضي الله تعالى عنه في حال احتضاره يكرر هذين البيتين ويقول، يكرر هذين البيتين ويقول، يخاطب الله سبحانه وتعالى: كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. ودفن رضي الله عنه
في مقبرة الخيزران بجانب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، نفعنا الله بهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكون طالعة جذبت روح الذي رمق، شمس هذا الكون طالعة جذبت روح الذي رمق، زادها من ناد لابدها وهما في النشأة افترقا، زادها من ناد لابدها وهما في النشأة افترقا. حتى يفرغ القلب والفكر وأذكر من عهد الصبابة في الهوى ليالي أنس لا يباح لها سر، وأذكر من عهد الصبابة في الهوى ليالي أنس ليالي أنس لا يباح لها سر، أباح الهوى أباح الهوى قلبي وكان من الضنا كئيبا، تضرمه الصبابة والفكر. ولي نشوة ولي نشوة في الحب عند لقائها عند لقائها عند لقائها، ولي نشوة عند لقائها، شذا بروحي لا يجود بها الدهر، شذاها بروحي لا يجود بها الدهر، إذا ابتسمت لاح إذا ابتسمت
لاح الصباح، إذا ابتسمت لاح الصباح، إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلعه الثغر. إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلعه الثغر، وإن نظرت تسمي العقول بلحظها فترنو بلحظ فاتر دونه السحر. أما والعيون الناعسات إذا رنت لقد روعت قلبي وما هالها الأمر. نعيم بكن العمر أيتها الظبا، إذا لم يكن في الحب صد ولا هجر. نعيم بكن العمر أيتها الظبا، إذا لم يكن في الحب صد ولا هجر. عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا، فهل كان مثلي لا يطيب له العمر. عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا، فهل كان مثلي لا يطيب له العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقنا كل من سعى علينا، ولا تشمت بنا عدونا، واقنا كل هول بين أيدينا حتى تبلغنا من رحمتك ما أنت أهله. هذا دعاء كان يدعو به سيدي داود الطائي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ضيفنا في هذا اليوم. وداود الطائي رضي الله عنه هو أحد رجال السلسلة الذهبية التي ننتسب إليها، وأحد رجال الطريق، وهو صوفي من الرعيل الأول. كان أول أمره أنه أتى بغداد، وبغداد يومئذ كانت مليئة بالعلماء ومن أعلام التصوف الإسلامي، فأخذ العلم عن كثير من العلماء، وتتلمذ على سيدي أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي، فأخذ عنه الفقه ودرس عليه فترة طويلة حتى أصبح من أبرز أصحابه رضي الله عنه. فكان معدودا كما ذكره الإمام الصيمري، معدودا بعد أبي يوسف وتلاميذ أبي حنيفة رضي الله عنهم المشهورين أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني وداود الطائي وزفر والحسن. فذكره الإمام الصيمري رضي الله عنه بعد أبي يوسف، فكان داود الطائي من أبرز أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عليه وسلم.
ولكن هل أخذ عن أبي حنيفة رضي الله عنه العلم فقط؟ إنه أخذ عن أبي حنيفة الفقه وأخذ عنه التصوف. فقد ذكر صاحب الدر المختار الذي علق عليه على هذا الكتاب ابن عابدين، والكتاب معروف بحاشية ابن عابدين، وابن عابدين هو خاتمة المحققين في المذهب الحنفي. ذكر في الدر المختار ينقل عن أبي علي الدقاق رضي الله عنه فيقول: قال أبو علي الدقاق: أنا أخذت الطريقة عن أبي القاسم النصربابي، وأبو القاسم أخذ الطريقة عن الشبلي، والشبلي أخذ الطريقة عن السر السقطي، وهو أخذ الطريقة عن معروف الكرخي، ومعروف أخذ الطريقة عن داود الطائي، وداود الطائي أخذ الطريقة عن إمام المذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. فكان أبو حنيفة يعلم الفقه ويسلك في الطريق. ولعلنا نستغرب إذا ما سمعنا بأن هذا الإمام العظيم صاحب المذهب الحنفي كان يسلك الطريق ويربي هؤلاء الأئمة الأعلام أمثال داود الطائي رضي الله عنه. وهذا الاستغراب كذلك يكمن في نفوس كثير من الفقهاء، لأنهم لا يعلمون عن أبي حنيفة إلا أنه صاحب المذهب الحنفي، مع أنه رضي الله عنه كان إماما كبيرا في التصوف، وكان كذلك إماما في الفقه، وأتباع المذهب الحنفي كلهم عادة على أبي حنيفة رضي الله عنه. فهل لا تأسى فقهاؤنا بهذا الإمام الجليل أبي حنيفة رضي الله عنه، فجمعوا بين الشريعة والحقيقة، وتعلموا الفقه، وتعلموا العمل الذي يبنى على العلم الذي تعلموه؟ لذلك هؤلاء الفقهاء ينبغي أن يأخذوا أبا حنيفة أسوة لهم، فيجمعوا بين الشريعة والحقيقة كما جمع ذلك أبو حنيفة، فكان يعطي الفقه ويسلك في الطريق. وقد اعترف بذلك داود الطائي رضي الله عنه. ذكر حماد ابن أبي حنيفة أن أبا حنيفة قال له: اذهب بهذا المال إلى داود وقل له يستعين به على حياته. يقول حماد: فأخذت المال وأتيت داود فرأيته يقول لنفسه: اشتهيت البارحة جوزا مشويا؟ فقلت: نعم. فجعلته إدامك، والآن تشتهين مع الجوز التمر؟ فوالله لا أكلت التمر أبدا حتى ألقى الله. ثم يقول حماد: فأخبرته بما أرسلني به أبو حنيفة وقدمت له المال. فقال داود: إن ملك أبي حنيفة، أي مال أبي حنيفة، عندي مما أرضاه، أي إنه مال حلال طيب. وأبو حنيفة الله يشهد بأنه لا تخلو صلاة من صلاتي إلا وأنا أدعو له في سجودي، لأنه هو الذي علمني وهو الذي أدبني، ولو كنت قابلا من أحد مالا لقبلت هذا المال. فهنا داود رضي الله عنه، داود الطائي، يشهد بأن أبا حنيفة إنما علمه العلم وفقهه حتى أصبح من المبرزين بين أصحابه، وكذلك رباه على قواعد التصوف. وبقي داود الطائي عند أبي حنيفة رضي الله عنه فترة طويلة ينهل منه العلم ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى اعتزل مجلس الفقه، لكنه لم يعتزل شيخه أبا حنيفة، فكان يتردد على أبي حنيفة وأبو حنيفة يتردد عليه في بيته. اعتزل مجلس الفقه، وكان سبب زهده واعتزاله رضي الله عنه وإقباله على العبادة هو أنه
كما ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن داود الطائي كان أرفع أصحاب أبي حنيفة صوتا عندما كان يناقش المسائل، فكان عندما يتداول أصحاب أبي حنيفة يتداولون المسألة الفقهية كان داود الطائي هو أرفعهم لسانا وصوتا، وكان يناقش ويجادل وهو من الراسخين في العلم، إلا أنه اختلف مع بعضهم في مسألة فحذفه بحصاة صغيرة، فالتفت إليه أبو حنيفة رضي الله عنه مؤدبا وقال له: لقد طالت يدك وطال لسانك. ثم قال له: يا أبا سليمان، أما الأداة أي العلم فقد أحكمناها. فقال له: يا سيدي، فأي شيء بقي؟ فقال: العلم به، أي العلم العمل به، أي العمل بالعلم. فيقول داود رضي الله عنه: فنازعتني نفسي على العزلة، فقلت: حتى تجالسيهم سنة كاملة ولا تتكلمين. وهذا الباب، باب المجاهدة، فتح على نفسه باب المجاهدة، وفتح على نفسه باب المجاهدة من أشق الأمور، لأن طالب العلم معروف بأنه إذا ما نوقشت مسألة أمامه، وخاصة إذا كان عالما كبيرا، ونوقشت مسألة أمامه لا بد أن يظهر أمام الجميع وأن يظهر علمه، لا بد أن يناقش وأن يظهر علمه. فمجاهدته لنفسه بالسكوت هذا من أشق الأمور على النفس، أشق من الصيام، وأشق من طول القيام، وأشق من كل شيء. لذلك أراد أن يلزم نفسه السكوت، لأن الحق ظاهر بين أصحاب أبي حنيفة في كل مسألة يتناقشون فيها، فأخذ على نفسه أن يسكت سنة كاملة وهو مجالس لهم. فيقول رضي الله عنه: فكانت المسألة تعرض أمامي، فكانت نفسي تنزع إلى التكلم فيها أشد من نزوع العطشان إلى الماء البارد، ومع ذلك كان يكبح جماح نفسه ويلزمها السكوت. فبقي سنة كاملة صامتا لا يتكلم، حتى اعتزل بعد السنة مطبقا نصيحة شيخه أبي حنيفة رضي الله عنه عندما قال له: بقي العمل بالعلم. فأقبل على نفسه بالعمل، وأخذ بنفسه بشدائد الأمور رضي الله عنه. فكان لا يفوت فرصة ولا يفوت وقتا من الأوقات تمر عليه. قالت جارية داود، قالت له يوما: لماذا لا تأكل الخبز النضيج وتشرب الفتيت؟ فكان يخت الماء كان يخت الخبز في الماء ليشربه ويأكله بسرعة. فقالت له: لماذا لا تأكل الخبز النضيج وتشرب الفتيت؟ فقال لها رضي الله عنه: ما بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة 50 آية، يقرأ 50 آية من القرآن ما بين مضغ الخبز وبين شرب الفتيت. وهكذا أقبل على نفسه يأخذها بالشدة رضي الله عنه. فكان يصوم النهار كله، وكان يقوم الليل، فكان إذا ما تعب من قيام الليل وأراد الركود كان يجلس رضي الله عنه جلسة الاحتباء، فيرقد قليلا محتبيا ثم ينهض إلى صلاته رضي الله عنه. وكان زاهدا في الدنيا، تاركا كل شيء لله سبحانه وتعالى. كان بيته الذي يملكه ورثه من أمه، فكان كلما تصدع بيت، ومعروف بأن البيوت قديما كانت مبنية من طين، وكان كل سنة تحتاج إلى ترميم، فكان كلما تصدع بيت يخرج منه إلى البيت الثاني بدون أن يصلحه، ثم ينتقل من بيت إلى بيت. وخلف له والده 20 دينارا، استطاع أن يعيش 20 سنة يتقوت من 20 دينارا حتى توفي وكفن من هذا المال.
رضي الله عنه. وأما وسادته رضي الله عنه فكانت لبنة، أي أرميدي، فكانت لبنة يضع رأسه عليها، وكان يفترش الحصير، وكان عنده فجانة يضع فيها الخبز وإبريقا للوضوء، وكان يشرب كذلك منه. هكذا كان يملك من الحياة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا ذكرنا في عدة مناسبات بأن كل ولي لله سبحانه وتعالى أخذ بابا من الأبواب التي تدخله على الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان الله عز وجل يفتح عليه بابا من فضله فيدخل منه، فهو قد دخل من باب الزهد رضي الله عنه إلى الله سبحانه وتعالى. وكان في ليله يناجي الله سبحانه وتعالى بقوله: إلهي همك قطع علي الهموم، إلهي همك قطع علي الهموم، والإقبال عليك وانشغالي بالنظر إليك حال بيني وبين اللذات، وأنا في سجنك يا إلهي مطلوب. فكان رضي الله عنه مقبلا على الله سبحانه وتعالى. سأله بعض أصحابه: لماذا اعتزلت جلسة إخوانك ومذاكرتهم للعلم؟ فقال رضي الله عنه لهذا السائل: يا أبا محمد. قال له: يا أبا محمد، الجلوس مع الله سبحانه وتعالى آنف، الجلوس مع الله سبحانه وتعالى آنف، والشغل بالخلق مضيعة، الجلوس مع الله سبحانه وتعالى آنف، والشغل بالخلق مضيعة. لذلك هؤلاء الكبار كانوا يقولون الكلمات القليلة ولكنها تحتوي على معان غزيرة رضي الله عنه، فكانوا يدلون الخلق على الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بهؤلاء الكبار، إنه أكرم مسؤول وأفضل مأمول. السلام عليكم ورحمة الله. فيكم سعيدنا حقاً سعيدنا، فيكم سعيدنا حقاً سعيدنا، والله سعيدنا بأهل الله، فبد النظرة وبد الحرى، فبد النظرة وبد الحرى، جاءت البشرى لأهل ما قلوني لا، ولكن قد سووا، ما قلوني لا، ولكن قد سووا بالجفا والصد قلبي أي شيء. يا ترى قبل موتي وأرى ذاك المحيي، يا ترى هل تسعفوني، يا ترى هل تسعفوني بالمنى قبل موتي وأرى ذاك المحيي، وحبيبي قمر، وحبيبي قمر، وحبيبي قمر، قمر متسق في سناه، الشمس أضحت كالهبي، ولعمري كل حسن في الورى،
غافل عن حسن جد الحسنين أحمد الهادي إلى دين الهدى في كتاب محكم من عند حي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. معشر الأحباب، أريد أن أحدثكم في هذا اليوم عن شخصية عظيمة من شخصيات هذه الطريقة، ألا وهي شخصية سيدي أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه. أبو يزيد البسطامي واسمه طيفور ابن عيسى ابن آدم ابن علي البسطامي، نسبة إلى بسطام مدينة من مدن خراسان. وكان جده مجوسيا قد أسلم، وكان له أخوان عابدان زاهدان، وكان أبو يزيد كان أجلهم. وأبو يزيد رضي الله عنه كان من كبار القوم ومن كبار الشخصيات في هذه الطريقة، حتى إن الشيخ محي الدين العربي رضي الله تعالى عنه كان يذكره ويسميه بأبي يزيد الأكبر، وكان يقول إنه القطب والغوث في زمانه، وكان يقول عنه إن من الأقطاب والأولياء من أوتي الخلافة الظاهرة والباطنة كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهناك من أعطي الخلافة الباطنة فقط كما هو شأن أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه. لقد عاش أبو يزيد رضي الله عنه تحف به العناية الإلهية، فلقد رعاه الله سبحانه وتعالى من مهده إلى لحده، حتى ليروى أن أمه كانت وهي حاملة به إذا قدم لها طعام حلال كانت يدها تمتد إليه، وإذا قدم لها طعام فيه شبهة كانت يدها تنقبض عنه. وفي أحضان هذه الأم الفضلة تربى ونشأ أبو يزيد رضي الله تعالى عنه. ولما نشأ وترعرع تعلم القرآن وحفظ القرآن على عباد مدينته، على عباد أهل بلده. ثم بعد ذلك لما استوى وكبر وشب أعرض عن الناس بالكلية، واعتزل الناس وراح يعبد الله سبحانه وتعالى مدة 20 سنة حتى ظن الوصول من نفسه، فخرج إلى الناس فرآه رجل وضيء الوجه، رآه ونظر إليه وتبسم وقال له إنك لا تزال في البداية. فعاد أبو يزيد يعبد الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص وفناء، ويحدثنا عن نفسه فيقول: وقفت مع العابدين بعد ذلك فلم أر لي معهم قدما، ووقفت مع المجاهدين فلم أر لي معهم قدما، ووقفت مع المصلين والصائمين فلم أر لي معهم قدما، فقلت يا رب كيف السبيل إليك؟ سؤال مضطر ملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب كيف السبيل إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال. يقول القواص رضي الله تعالى عنه لقد دله على الطريق بألطف عبارة وأخطرها،
فإن الإنسان عندما يتخلى عن حظوظ نفسه وعن أهوائه وشهواته يكون الحق معه أينما كان. ولقد سلك أبو يزيد رضي الله تعالى عنه سلك هذا الطريق بهمة ونشاط وإقبال على الله عز وجل. يقول: دعوت نفسي مرة إلى الله فأبت واستصعبت علي فتركتها ومضيت إلى الله سبحانه وتعالى. لقد تخلى عن كل أهوائه وحظوظه وشهواته وأقبل على الله سبحانه وتعالى جملة، وأقبل عليه بالكلية. إنه سير الرجال، إن هذا الطريق سير الرجال، ولا يستطيع الإنسان أن يخالف نفسه وأن يخالف أهواءه وشهواته إلا إذا بلغ مبلغ الرجال. ولهذا عندما سئل أبو يزيد رضي الله تعالى عنه متى يبلغ الرجل مبلغ الرجال في هذا الأمر، قال: إذا عرف عيوب نفسه فحينئذ يبلغ مبلغ الرجال. لقد ترك نفسه وحظوظه وأهواءه وشهواته وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فأكرمه الله سبحانه، أكرمه بأن أنساه نفسه بالكلية. يقول أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا، طلقتها بتاتا، والتجأت إلى الله عز وجل أدعوه وأقول: اللهم إني أدعوك دعاء لم يبق له غيرك. فلما علم الله سبحانه وتعالى صدقي كان أول إجابتي لهذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية، وأقبل الخلق علي مع إعراضي عنهم. لقد أقبل الناس عليه ولكنه بقلبه دائما انشغال بالله سبحانه وتعالى، أقبل على الله لا يشغله شيء في هذا الوجود. ولقد كان من مجاهداته لنفسه كما يقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه، قال: رأيت أبا يزيد ليلة وقد جلس بعد العشاء متوجها نحو القبلة، وقد ضرب بذقنه على صدره وشخص ببصره إلى السماء من أول الليل حتى طلع الفجر، وقبل الفجر قام يصلي فسجد طويلا، ثم راح يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول: إلهي طلبوا منك فأعطيتهم، طويت لهم الأرض ومشوا وأعطيتهم القدرة المشي على الماء، وسخرت لهم الهواء، وأبو يزيد لا يريد من الله إلا الله. إنه لا يريد كرامة، إنه لا يريد مكانة عند أهل الدنيا، لا يريد كرامة ليتباهى بها على الناس، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد شيئا مما سوى الله عز وجل. لقد أقبل على الله عز وجل بكليته، أقبل كلية فأقبل الله سبحانه وتعالى عليه جملة. لقد أنتج معه هذا التمسك، هذه المجاهدة، أن تمسك بالشرع تمسكا دقيقا، فكان يحاسب نفسه على أقل شيء، كان يحاسب نفسه على الخطرات والأنفاس، بل وإن عناية الله سبحانه وتعالى أحاطت به من كل جانب، فإذا ما غفل في لحظة من اللحظات وإذا بالتوجيه الإلهي يأتيه سراعا ويأتيه مباشرة. يقول أبو يزيد رضي الله عنه: قعدت يوما متوجها نحو القبلة فمددت رجلي في المحراب وإذا بهاتف ينادي بي: من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب، من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب. قال: فما مددت رجلي بعدها قط. ولقد كان من تمسكه بشرع الله سبحانه وتعالى وبالآداب المحمدية أنه ذكر له أن هناك وليا لله سبحانه وتعالى زاهدا في الدنيا، وقد شهر أمر ذلك الرجل، فقال لبعض أصحابه: تعالوا بنا لننظر إلى هذا الذي يقول ما يقول ويدعي ما يدعي. فلما قرع عليه الباب خرج ذلك الرجل، وعندما دخل المسجد رآه قد بصق باتجاه القبلة، فأعرض أبو يزيد رضي الله عنه ولم يسلم عليه، ثم عاد وهو يقول: إذا كان لم يؤمن على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف
فكيف يؤمن على ما يدعيه؟ إن المجاهدة للنفس تورث عند الإنسان تمسكا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكا بشرع الله عز وجل. ولقد أعطته هذا التمسك، أكرمه الله سبحانه وتعالى بنتائج عظيمة. من هذه النتائج حسن المعاملة للخلق. كيف تدعي حسن المعاملة مع الخالق وأنت تسيء معاملتك مع الخلق وهم عباد الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان يوجه بعض أصحابه ويقول، يقول له: إذا صاحبك إنسان وأساء عشرتك فادخل عليه بحسن أخلاقك يطب عيشك، وإذا أحسن إليك وإذا أنعم عليك فابدأ بشكر الله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي عطف عليك القلوب، وإذا ابتليت فأسرع الاستقالة، أي إذا ابتليت بمصيبة، إذا ابتليت بشدة فعليك أن تستقيل من ذنوبك ومن أعمالك وأن تفر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي يكشف هذا البلاء ولا يكشفه أحد إلا الله. علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتوب وأن نرجع إلى الله، عل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. ولقد كان من نتيجة تمسكه بدين الله سبحانه وتعالى ومجاهداته لنفسه أن رزقه الله سبحانه وتعالى المحبة. المحبة لمن؟ المحبة لله سبحانه وتعالى، والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كان هذا واضحا في أفعاله وواضحا في أقواله. كان رضي الله تعالى عنه يقول، كان يقول: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، وإنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. وكان يقول رضي الله تعالى عنه، يقول: كل الناس يفرون من الحساب وأنا أتمناه. إنه يتمنى الحساب. لماذا يتمنى الحساب؟ لماذا يتمنى أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى ليحاسبه على أعماله؟ لماذا؟ قال: لعله أن يقول لي يا عبدي ثم يفعل بي بعد ذلك ما يشاء. إنه يتمنى أن ينظر وأن يخاطب الله سبحانه وتعالى وأن يناجيه ولو في أشد المواقف. إنه يتمنى أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، عله أن يظفر سمعه بكلمة واحدة هي يا عبدي يا عبدي، ثم بعد ذلك يفعل بي ما يشاء. إنها محبة خالصة لله سبحانه وتعالى، إنها محبة خالصة. لا يريد بعبادته، لا يريد من عبادته شيئا من حطام الدنيا، لا جاه ولا كرامات، وإنما يريد الله عز وجل ولا يريد سواه. إنه ينشد محبة الله عز وجل. ولقد أكرمه الله بالمعرفة الحقة. إنها معرفة يجب أن نتنبه إليها. يقول رضي الله تعالى عنه، قال: غلطت في ابتداء أمري بأربعة أشياء ظننت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه، فلما انتهيت رأيت أن ذكره قد سبق ذكري، وأن معرفته قد تقدمت معرفتي، وأن حبه قد سبق حبي، وأن طلبه كان أولا حتى طلبته آخرا. لقد رأى أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في هذا الكون، وأنه لا فعل له مع الله عز وجل، ومع ذلك فقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة. أكرمه الله سبحانه وتعالى بالكشف. من هذه الكرامات أنه أذن مرة للصلاة، وجاء الناس إلى الصلاة إلى المسجد، فرأى رجلا عليه آثار السفر وقف يصلي، فإذا بأبي يزيد رضي الله عنه يهمس في أذنيه في أذنه كلاما، وإذا بالرجل ينصرف من صلاته فيذهب ثم يأتي بعد ذلك ويصلي. وعندما سئل عن سر ذلك قال: كنت مسافرا ولم أجد الماء فتيممت ودخلت المسجد أريد الصلاة،
وأنا في الحضر ونسيت أني متيمم، فجاء أبو يزيد وأخبرني أني متيمم، علي أن أتوضأ حتى تكون صلاتي صحيحة. فترك الصلاة ذلك الرجل ثم ذهب وعاد وتوضأ وعاد إلى صلاته. ولقد جاء رجل إلى عبد الرحمن ابن يحيى رضي الله عنه، جاء إليه وقال له وسأله عن التوكل، ما هو التوكل؟ قال له عبد الرحمن: إذا وضعت يدك في فم الثعبان إلى الرسغ لا تخشى مع الله أحدا، فعندئذ تكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فذهب يقول ذلك الرجل: فذهبت إلى أبي يزيد لكي أسأله عن التوكل، فلما قرعت عليه الباب أجابني من وراء الباب: ألم يكفك جواب عبد الرحمن؟ فقلت له: يا سيدي افتح لي. قال: إنك لم تأتنا زائرا، وإنما أتيتنا سائلا، ولقد أتاك الجواب من وراء الباب. قال: فمضيت وانصرفت، ومضيت وبقيت بعيدا عنه سنة، ثم أتيت إليه ودققت عليه الباب، فقال: الآن جئتنا زائرا. فأدخلني وبقيت معه شهرا لا يحدثني قلبي بشيء من الأشياء إلا ويخبرني به أبو يزيد رضي الله تعالى عنه. لقد قضى حياته رضي الله تعالى عنه في الحب، قضى حياته في حب الله سبحانه وتعالى وإقباله على الله. لقد توجه إلى الله وهو ينشد الحب والإقبال على الله سبحانه وتعالى. كتب إليه يحيى بن معاذ مرة فقال له: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. يحيى بن معاذ يريد أن يخبر أبا يزيد بما أكرمه الله به من المحبة، قال: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبو يزيد رضي الله عنه: إنك لم تشرب من الدور، لم تشرب من الدور، يعني أي أنك لم تسق دورا واحدا، وإنما سقي نقطة واحدة، وغيرك قد شرب بحور السماوات والأرض، ولسانه خارج من العطش ويقول: هل من مزيد؟ أبو يزيد يطلب المزيد من الله سبحانه وتعالى، وكان آخر حياته يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويناجيه ويقول: إلهي إنك أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنا قادم عليك، فأمتعني بنور وجهك الكريم. ومات أبو يزيد رضي الله تعالى عنه وهو يناجي ربه، وهو يناشد ربه بهذه العبارات. ولقد زار بعض السلاطين قبر أبي يزيد البصامي رضي الله عنه، زار ذلك القبر ومعه جماعة من أصحابه، فسأل الحضار: هل منكم من سمع شيئا من كلام أبي يزيد؟ فقال رجل كبير في القوم: أنا سمعته. قال: ماذا سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: من رأى أبا يزيد لا تمس جسمه النار. فقال ذلك السلطان وهو متعجب، قال: ألم يرى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعظم شأنا من كل إنسان في هذا الوجود، ورآه أبو جهل ومع ذلك فإنه يدخل النار. فقال له ذلك الرجل الصالح، قال: يا سيدي إنه ما كان ينظر إلى رسول الله أنه رسول الله، بل كان ينظر إليه أنه يتيم أبي كبشة، ولو أنه كان ينظر إليه أنه رسول الله لما مست جسمه النار. من رأى أبا يزيد لا تمس جسمه النار. وهكذا انتهت حياة ذلك الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء الكمل، وأن يعطف قلوبهم علينا، إنه على ما شاء قدير. والسلام عليكم. يا من إليك حنين القلوب بحرمة قال نبي الهدى، يا من إليك حنين القلوب بحرمة قال نبي الهدى.
Yeah.
بالمعنى.